السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. في هذا الفيديو سأعيد شرح منهجية الاستقصاء بالوضع، لأن البكالوريا ما بقى لهاش الحد هذا خاطي، الأخر رايحين تعقبوا إن شاء الله تعالى، ربي يوفقكم إن شاء الله. هو أنه نبدأ على بركة الله بدون إطالة. هو أنه السؤال يقول: دافع عن صحة الأطروحة بأن النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق رفاهية الشعب. يعني أعطيتكم مثال وأنتم تطبقوه على باقي المقالات، يعني المنهجية. هو أنه طرح المشكلة، بالنسبة لطرح المشكلة في الجدل عندكم عناد فلسفي، يعني عندكم تمهيد والتعريف بالظاهرة، وبعدها عناد فلسفي، وبعدها إعادة صياغة السؤال. هذاك العناد الفلسفي اقلبوه على شكل شائع ونقيض حسب طبيعة السؤال المطروح. دير تمهيد صغير، بعدها تبرز الشائع، تقول: شاع لدى بعض الفلاسفة وعلماء الاقتصاد إن مراعاة المصلحة الجماعية ومحو الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع هي ما تحقق الازدهار الاقتصادي. هذا راهو شائع يا طلبة، يكون ديما عكس السؤال. وهذا الشائع هو النظام الاشتراكي. ولكن هناك فكرة تناقضها. هنا راحين نديروا يا طلبة النقيض، وهذا النقيض ديما يكون مع السؤال. يقول: ترى أن مراعاة المصلحة الفردية لوسائل الإنتاج وتشجيع الحرية في جميع المجالات هو ما يحقق الازدهار الاقتصادي والانتعاش. هذا هو النقيض اللي رايحين أن ندافع عليه، وهو النظام الرأسمالي. بعدها نروح إلى وإن كنا بصدد، لما خلصوا النقيض نقول: وإن كنا بصدد الدفاع عن هذه الأطروحة المشروعة والصحيحة قائلا أن النظام الرأسمالي كفيل، يعني تعاود تكتب السؤال تقول: فما هي يا ترى الحجج والبراهين التي تثبت صدقها والأخذ بها؟ يعني العبارة هذه لازم تقولها: وإن كنا بصدد الدفاع عن هذه الأطروحة المشروعة والصحيحة القائلة، تكتب السؤال تاعك وبعدها تقول: فما هي يا ترى الحجج والبراهين التي تثبت صدقها والأخذ بها؟ طريقة سهلة وبسيطة، صدقوني، غير ما فيها حتى غموض. بالنسبة لطرح المشكلة لشعبة الأدب والفلسفة عليها أربعة نقاط. اما بالنسبه لباقي الشعب اللي عندكم تنقيط واحد، هو عليها زوج ونص. عرض منطق الاطروحه، لما انت تعود قاري المقاله جدليه عندك موقفين، انت تحط الموقف اللي قال لك السؤال دافع عليه، كما هنا تهز الموقف النظام الراسمالي تاع السؤال وتحطه، لانه راه قاريه في الجدل، حطه كما راه. عرض منطق الخصوم ونقدهم، انه في الخصوم، عرض منطق الخصوم ما لازمش انك تتوسع بزاف، وإنما إشارة فقط للنظام الاشتراكي، يعني تدير المسلمات عبارة عن فكرة عامة، بعدها أنك تبرز شوية يعني وش قال النظام الاشتراكي فقط. نقد الخصوم هو أنه عرض منطق الخصومة، وعندك في المقالة الجدلية حطه كيما راه، عندك المسلمات وعندك وش قال الخصوم وأنت يعني فارهة. نقد الخصوم هو أنه نقد الخصوم راهو عندك في المقالة الجدلية. المقالة الجدلية هو انه فيها نقد الخصوم، فيها نقد النظام الاشتراكي، انت حطه كيما راه. بعدها تدعيم الاطروحه بحجه شخصيه. بون، الكثير من التلاميذ يقولوا لي: يا استاذ رانا ماناش فاهمين الحجه الشخصيه منين نجيبوه. هو انه انتم كيما راكم تشوفوا في عرض منطق الاطروحه ما تحطوش جميع الحجج هنا، خليه على الاقل زوج حجج في الحجج الشخصيه. اتفقنا؟ يعني ما تحطوش جميع الحجج في عرض منطق الأطروحة، خليه شوية للحجج الشخصية وخليه شوية أيضا أقوال. حل المشكلة هو أنه تقولوا: وفي الختام إن الأطروحة القائلة بأن النظام الرأسمالي كفيل بتحقيق رفاهية الشعوب أطروحة صحيحة ومشروعة ويجب الأخذ بها، وتزيد تكتب شوية، ما تكتبش إلا واش كتبت لك أنا، وإنما هذه العبارة ديما تكتبوها وبعدها اكتب الاستنتاج تاعك. بون، التنقيط كالآتي: طرح المشكلة في الشعب الأدبي، نبدأ بشعبة أدب وفلسفة، طرح المشكلة عليها أربعة نقاط، عرض منطق الأطروحة عليه أربعة، عرض منطق الخصوم ونقديم عليهم أربعة، وتدعيم الأطروحة بحجة شخصية أربعة، فبالتالي ولاو 12 نقطة مع طرح المشكلة 16، وحل المشكلة 24 نقطة. بون، عندكم بالنسبة لباقي الشعب، شعبة لغات أجنبية، وشعبة تسير اقتصاد، تقنية، رياضيات، علوم تجريبية، عندكم تنقيط واحد، عندكم طرح المشكلة عليها زوج ونص، عرض منطق الأطروحة عليها خمسة، وعرض منطق الخصوم ونقدهم خمسة، وتدعيم الأطروحة بحجة شخصية خمسة، ولات 15، نزيدوا لها زوج ونص 17 ونص، وزوج ونص على حل المشكلة ولات 20. فبالتالي شعبة اللغات الأجنبية وشعبة التسيير والتقني وإلى خير ذلك، ننصحكم إذا جاكم الاستقصاء بالوضع سهل ديروه، والله غير رايحين تديو فيه النقاط.
لانه علاه كاينين التلاميذ ما يعرفوش يديروا الاستنتاج، فبالتالي الاستنتاج عليه زوج ونص برك، الباقي تقدروا تديو عليه. كاينين اللي ما يعرفوش يديروا الاستنتاج في الاستقصاء بالوضع، بالتالي انه راهو عليه زوج ونص ما عليهش بزاف، فبالتالي تقدروا تجيبوا 15-16 عادي في الاستقصاء بالوضع. واللي راهو يقول لكم انه الاستقصاء بالوضع ما يمدوش عليه، والله الا راهو انه يكذب عليكم فقط، كما الجدل كما الاستقصاء بالوضع. كاين اللي داروا جدل وما داوش مليح، داو 13 في التفاوت المساواه العام الماضي، داو 12-13. وكاين اللي داروا الذاكره استقصاء بالوضع، اللي وجدوها جدل وجدوها استقصاء بالوضع، داو فيها 16. انا نعرف طلبه جاوا لي قالوا لي استاذ رانا دينا 16 في الذاكره، فبالتالي انه اللي يجيك ساهل وتقدر تحلو ديرو، سواء كان جدل او استقصاء بالوضع. نتمنى انكم افهمتوا. ضف الى ذلك هو بالنسبه للحجج الشخصيه، تقديم او تاخير الحجج الشخصيه عادي جدا. كاينين طلبه يقولوا لي يا استاذ احنا لما نديروا عرض منطق الاطروحه نديروا الحجج الشخصيه مباشره، بعدها نديروا عرض منطق الخصوم ونقديهم. عادي تحب تدير عرض منطق الخصوم ونقديهم وبعدها انك دير تدعيم الاطروحه بحجج شخصيه، ايضا عادي. تقديم او تاخير ما مش رايحين ينقصوكم اطلاقا، لانه في التصحيح النموذجي يقول هكذا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح يا طلبتي الاعزاء. هو انه اللي ما فهمش يقول لي في لي كومونتير، لانه راني شرحت من قبل منهجيه الاستقصاء بالوضع شرح مفصل. فاتمنى لكم النجاح، ما بقاش بزاف كوراج ثم كوراج، الحد هذا خاطي كما قلت لكم الاخر ان شاء الله رايحين تعقبوا. اللي مازال ما بداش يعني يحفظ، والله شوفوا صدقوني غير مازال عندكم الامل. انا نقولها لكم نعاودها لكم نكررها لكم، اليوم رانا الجمعه، مزلت لكم الجمعه والسبت والحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخميس والجمعه والسبت، مزلت لكم 9 ايام يا تقدروا تحفظوا فيها التاريخ والجغرافيا وتحفظوا فيها العلوم الاسلاميه. كتود عندك رغبه والله غير تخلصهم. الجغرافيا ما تستاهلش فوق 3 ايام، ما تستاهلهاش. تاريخ 3 ايام يعني 6 ايام، كنت تبدا اليوم الجمعه في التاريخ والجغرافيا الحد، عفوا مش الحد، ثلاثه الاربعه تخلصها، تخلص التاريخ والجغرافيا. وأن العلوم الاسلاميه كل يوم احفظ درس على الاقل، اللي راهو روطار بزاف على الاقل احفظ 10 دروس مهمه. هذا ما كان. اتمنى لكم النجاح والتوفيق والى اللقاء. اي استفسار خليه لي تعليقات اسفل الفيديو.